السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الإمام العلامة سالم بن عبد الله بن سعد بن سمير الحضرمي أثناء تعداده لأركان الصلاة: التشهد الأخير. والتشهد الأخير هو الذي يعقبه سلام، ولو لم يكن في تلك الصلاة تشهد أول مثل الصبح والجمعة. وبعضهم قال إن قوله التشهد الأخير جري على الغالب، لأن أكثر الصلاة فيها تشهدان أول وأخير، وجمل التشهد أربع: التحيات لله، والثانية السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والثالثة سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والرابعة وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولهذا التشهد الأخير وإنما سمي بالتشهد لأن فيه ذكر الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فهذا مجاز مرسل، وهو من باب تسمية الشيء باسم بعضه. ولما كان بعض التشهد فيه الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله بالرسالة سمي بالتشهد، وهذا هو أعظم مراد المؤمن في هذه الحياة والمسلم بربه جل وعلا. وللتشهد شروط تسعة: أولها أن يسمع نفسه، لا أن يهمس حتى لا يسمع نفسه، لا بد أن يسمع نفسه، وأن يكون بالعربية إن قدر، وإلا وجب عليه أن يتعلم وأن يكون بالعربية، وأن يأتي بهذا التشهد حال قعوده، حال قعوده. وكذلك الرابع الموالاة بين كلماته. والخامس ألا أن يفقد الصارف، ألا يكون هناك صارف يصرفه، منع الصارف. وكذلك مراعاة الحروف، فلا يقول السلام عليك أيها الرسول بدل النبي، ولا أن يقول أشهد أن محمدا نبيه. فلا، مراعاة الحروف، مراعاة الكلمات، كذلك ما يقول بدل أشهد أعلم، أو بدل محمد أحمد أو الماحي، ومراعاة الحروف، مراعاة الكلمات، ومراعاة التشديدات، أيها النبي لا بد أن يأتي بالتشديدات، مراعاة التشديدات. وكذلك بعد مراعاة التشديدات أيضا الترتيب، الترتيب بين الترتيب الذي لا يخل بحيث لا يختل المعنى. وأما إذا كان عدم الترتيب سيؤدي إلى فقد المعنى فهنا يجب الترتيب. لكن لو أنه قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، التحيات لله، هذا لا يؤثر، إنما يؤثر عدم الترتيب الذي يؤثر في المعنى، بأن قال التحيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لله، هنا أثر ماذا في المعنى. هذه هي شروط التشهد الأخير، هذه هي شروط التشهد الأخير. وأيضا هناك لا يؤثر، ليس مما يؤثر أيضا، لا يقال إن هناك كراهة بإفراد الصلاة عن السلام، لأنه قال اللهم سيأتي في التشهد أنه يقول اللهم صل على محمد وعلى آله، فنقول إن السلام في أول التشهد بمنزلة القرن للصلاة، فلا يكون هناك كراهة أو خلاف أولى، لا يكون هناك كراهة. أو يجاب بأن الكراهة في الإفراد إنما في غير الوارد، أما فيما كان واردا فلا كراهة، في النص المتعبد به الوارد لا كراهة. هذا بس تنبيه على ذكر السلام هنا بدون الصلاة، أو ذكر الصلاة فيما سيأتي بدون قرن السلام معها مباشرة. إذن التشهد الأخير، ثم بعد ذلك القعود فيه، أي في التشهد الأخير، ومراد فيه هنا أي لأجله، فيه للتعليل، القعود فيه أي لأجله، ولأجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل التسليمة الأولى. هذا كقول الله تبارك وتعالى: فذلكن الذي لمتنني فيه، أي لأجله. وكقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: دخلت امرأة النار في هرة، أي لأجل هرة، لأجل هرة. ففي هنا للتعليل. إذن التشهد الأخير والقعود فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيه،
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقلها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو وصلى الله صلى الله على محمد وعلى آل محمد. ويصح أن يقول على النبي على النبي أو على الرسول، لكن لا يصح أن يقول على أحمد أو على الماحي، لأن الاحتياط في التشهد أكثر من الاحتياط في الخطبة، لأن الخطبة فيها عمل وفعل كثير وفاحش لا يؤثر في الخطبة وحركة، لكن الصلاة أضبط وفيها احتياط أكثر من غيرها. هذا هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا قال ابن حجر بأنه تتعين صيغة الدعاء، والمراد بتعين صيغة الدعاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تكون بلفظ الأمر اللهم صلي، أو بلفظ الماضي وصلى الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله مثلا. وأما إذا كانت بلفظ المضارع أو بلفظ اسم الفاعل فلا يصح، لا تصح، لا تكون بالمضارع وأصلي أو نصلي أو بالمضارع والله مصلي والله يصلي، هذا لا يصح. كذلك من سلوك الأدب أن يقال اللهم صل على سيدنا محمد، وهذه مسألة يذكرها الفقهاء الشافعية هنا، هل يصح أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد أم أنك تلتزم بالوارد اللهم صل على محمد؟ وهنا مسألة يثيرونها هنا، هل الأولى سلوك الأدب أم امتثال الأمر؟ فبعضهم ذهب إلى سلوك الأدب أولى من امتثال الأمر، وبعضهم جعل امتثال الأمر أولى من سلوك الأدب. والذين ذهبوا إلى أن سلوك الأدب أولى استدلوا بقصة صلح الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعلي أمح هذا، قال والله ما أمحاه، معنى لا أمحو لفظ رسول الله، لأن الذي كان من طرف قريش قال لو آمنت بك ما حاورتك، أو فقال أنه لا يكتب من محمد رسول الله، هذا ما عقد عليه أو عهد عليه محمد رسول الله، هذا ما عقد عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحها، فرفض علي أن يمحها، فأمره النبي أن يخبره بمكانها، فمحاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن هنا أخذوا أن سلوك الأدب أولى من امتثال الأمر. وكذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض صحابته أن يريق دم حجامته، فخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم وشربه ولم يرقه، وهذا استدل به أيضا على سلوك الأدب أنه أولى من اتباع الأمر وامتثاله. وكذلك لا يشترط الموالاة بين التشهد وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن كل منهما ركن وذكر مستقل، ركن مستقل، فيمكن أن يأتي بذكر بين التشهد وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد، والشروط التي في التشهد هي الشروط أيضا التي في الصلاة، من إسماع النفس وأن تكون بالعربية، ومن المجيء به أثناء قعوده، ومن الموالاة وفقد الصارف، ومراعاة الحروف ومراعاة الكلمات ومراعاة التشديدات والترتيب فيما يختل فيه، فيما يحصل به الخلل إذا لم يرتب. إذن التشهد الأخير والقعود فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم السلام وهو السلام عليكم، وله شروط 9 أو 10، ولهذا قال بعضهم عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا، ثم مستقبلا عرف معنى أن يقول السلام، عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر، واجلس وأسمع به نفسا، فإن كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا. هذه الشروط التي جمعت في هذين البيتين، عرف أي أول شيء من الشروط أن يقول السلام، ما يقول سلام عليكم، السلام عليكم، عرف وخاطب لابد أن يقول السلام عليكم، ولا يصح أن يقول سلام عليه، السلام عليهم، السلام عليهما، لابد أن يكون هناك خطاب عليكم. عرف وخاطب وصل كذلك لابد أن يصل بين الكلمتين، لابد أن يصل بين الكلمتين السلام عليكم، لا يفصل بينهما فاصل. وإن كان لا يؤثر أن يقول السلام التام أو الحسن، عرف وخاطب وصل واجمع كذلك كاف ميم الجمع، يقول عليكم، ما يصح أن يقول عليك،
عرف وخاطب وصل واجمع ووالي، لابد ايضا من الموالاه بين كلماته، فلا يفصل فلا يسكت سكوتا طويلا ولا سكوتا قصيرا يقصد به قطع السلام فانه يضر. عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا، ثم لا وكن مستقبلا، لابد ان ياتي به وهو مستقبل القبله بصدره لا بوجهه. الاهم هو ان ياتي بالسلام اثناء استقبال القبله بصدره مستقبلا، ثم لا تقصد به الخبر، ثم لا تقصد به الخبر، لابد ان يقصد به لا اما ان يقصد به التحلل او يقصد به التحلل مع الخبر او يطلق. اما لو قصد به الاخبار فانه ثم فانه يبطل السلام. ثم لا تقصد به الخبر، واجلس كذلك ان يكون جالسا، واسمع به نفسه كذلك ان يسمع به نفسه، وكذلك من الشروط ان يكون بالعربيه، وكذلك من الشروط ان يقصد به السلام دون غيره، وكذلك من الشروط الا يزيد على الوارد زياده تخل بالمعنى. اما اذا كانت زياده لا تؤثر كان قال السلام التام الحسن عليكم لا مانع، او قال السلم او السلم او السلم وقصد به السلام لا يضر. اما لو قصد به الصلح فانه يضر. ثم الركن الاخير من اركان الصلاه وهو الترتيب. والمراد بالترتيب هو جعل كل شيء في مرتبته. والاصل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي. وما روي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الا مرتبا هذه الهيئه التي مرت. والترتيب في اركان الصلاه اما ان يكون ترتيبا ابتداء وانتهاء، وهذا سياتي كتقديم الركوع على السجود ابتداء وانتهاء، واما ان يكون ترتيبا في الابتداء دون الانتهاء كالترتيب بين النية والتكبير، وبين القيام والقراءة، وبين الجلوس والتشهد، وبين الجلوس والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الترتيب فيها من حيث الابتداء لا من حيث الانتهاء. إذا ليس بينها وبين محلها ترتيب، إنما من حيث الابتداء فقط وليس من حيث الانتهاء. ومن ترك الترتيب عمدا فالذي يترك الترتيب إما أن يتركه عمدا وإما أن يتركه سهوا. وسنبدأ بصور ترك الترتيب عمدا، وهي ست صور. يبطل تبطل الصلاة في أربع وتصح في اثنتين. أما إذا ترك الترتيب عمدا فإما أن يقدم ركنا فعليا على ركن فعلي كترتيب كتقديم، إما أن يقدم ركنا فعليا على فعلي كتقديم مثلا السجود على الركوع، فهذا يبطل الصلاة. وإما أن يقدم فعليا على قولي كترتيب كتقديم الركوع على القراءة على قراءة الفاتحة مثلا، فهذا مبطل أيضا. وإما أن يقدم قوليا وهو السلام بخصوص السلام، القول بخصوص السلام على فعلي كتقديم السلام على السجود، هذا يبطل. وإما أن يقدم قوليا وهو السلام خصوصا على قولي كتقديم السلام على التشهد أو على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مبطل أيضا. وإما أن يقدم قوليا غير السلام كتقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد، فهذا لا يبطلها لكن لا عبرة به وليأتي به في محله. وإما أن يقدم قوليا غير السلام على فعلي كتقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على السجود مثلا، فهذا لا يبطل لكنه لا عبرة به ويعيده في محله. وإما أن يفقد الترتيب سهوا، إما أن يترك الترتيب سهوا، فهذا إذا ترك مثلا الركوع وسجد فما بعد المتروك لغو إلى أن يأتي بمثله، فإن وصل إلى مثله من الركعة الثانية كان كأنه فعله الآن ويبني عليه ويتدارك الباقي. وإن ذكره قبل أن يأتي إلى مثله من الركعة الثانية وجب عليه أن يأتي به فورا وجوبا، وإن تأخر بطلت صلاته. وصور ترك الترتيب السهو في السهو يسجد لها سجدتي السهو. بهذا القدر نكون قد انتهينا من أركان الصلاة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.